إذن أعزائي المتابعين أينما كنتم، مرحبا بكم مجددا. نتابع حكايتنا العجيبة والغريبة والمثيرة بأحداثها، واللي عرفنا من خلالها كيف أن زوجة الأب تبحث دائما على الانتقام من عيشة لغيرتها منها وحقدها وحسدها عليها. شفنا كيفاش أنها في الحلقة السابقة اصطحبتها للجبل من أجل أن تضيعها في الغابة، يعني تجليها في الغابة تهنى منها، ملي قالت لها بغيت واحد النوع ديال العشبان اللي غادي يصلح العلاج المشاكل اللي كاينه عند الابنه ديالها في الوجه ديالها. لما عادت عيشه للبيت قررت مجددا انها بسبب حده الغضب ديالها والحقد ديالها انها التخلص منها مره ثانيه، ولكن كما قلنا حاولت تتبعها وتعرف فين كتكون. هنا عرفنا من قبل بان عيشه ملي خرجت من الدهليز جابت معها ثروه كبيره، خصوصا لما شاف الاب ديالها الصندوق ولقى فيه الذهب والفضه، شرى نفسه واحد الباطو اللي بدا كيشتغل به في عمليات الصيد، يعني ولا ميسور الحال. عائشة ولات كتمشي لهذا الباطو ديال الاب ديالها بعيدا عن الازعاج ديال زوجة الاب ديالها، باش كتبحث نفسها عن واحد المكان ترتاح فيه وكتقوم بداك عملية الطرز والحياكة اللي كانت كتعرف دير، وزادت طعمتها من خلال الرسومات اللي شافت في الدهليز. إذن هنا غادي نشوفوا لما عادت كما قلنا من الغابة سليمة معافى ما بها حتى شي حاجة مساعدة الحمامة اللي رجعتها للبيت، غنشوفوا بأن الزوجة ديال الأب غتعمل أيضا على اختلاق أحداث أو وقائع أخرى من أجل التخلص منها. هاد المرة غتستغل تواجد ديال عيشة في واحد المنطقة اللي هي هادئة، اللي قلنا في واحد المكان اللي هو الباطو ديال الأب ديالها. غادي نشوفوا اليوم شنو غادير، كيفاش غتلقي بها في عرض البحر باش تخلص منها، تاكلها الحيتان أولا تغرق لأن ما كتعرفش السباحة. وما غادي يوقع كما قلت لكم من بعد بأن عائشة غتلقى المساعدة من طرف الأصدقاء ديالها، وغترجع بين الأحداث السمكة اللي كانت لقات بها رجعتها البحر لما جاب الأب ديالها الصيد. إذن قلنا لما عادت عائشة من الغابة شنو دارت؟ لا فام أغوماركي، يعني زوجة الأب ديالها أغوماركي كو لا في أم مونتي أبور دو باتو دو سون بيغ، لاحظت هي دارت الملاحظة ديالها بأن عائشة تحب دائما أن تذهب الباخرة ديال أو المركب ديال الأب ديالها بحثا عن الهدوء، وفي نفس الوقت كما قلت لكم كتقوم بعملية التطريز والخياطة. دو سون بيغ ديسوندغ أون با، يعني كانت كتهبط للأسفل ديال الباطو، غاستي لا ابغودي، وتبقى هناك كطرز الاتواب ديال الحرير اللي كانت بين يديها. اي سو سونتي اليز لوان دو سا ميغ اي دو صافي، عائشه كانت تحس بالراحه التامه بالهدوء بعيدا عن زوجة ابيها وابنتها القبيحه، الزوجه الشريره بطبيعه الحال. اما تان في يوم من الايام في حدا الصباح، واحد الصباح لا توندي جوسكا سكيل مونت ابوغ، يعني الزوجه ديال الاب ديالها انتظرت حتى مشات عائشه وطلعت في ذاك الباطو ديال الاب ديالها الباخره ديال المركب، بوي فان فيغ لو مارين، يعني مشات عند ذاك المساعد ديال الاب ديالها واعطته واحد المبلغ من المال. اشنو قالت ليه؟ انا كنحس بالقلق وبالتوتر وعييت، لوي دوموندون، قالت له دابا تدير بيا واحد الجوله في عرض البحر، لوي دوموندون دو لا ليسي فيغ ان تور بور سيلواني ديال ميم، يعني باش ترتاح بعيدا عن الاماكن اللي كتعيش فيها. لو باطو بوجا اي سيلواني، يعني ان هاد المركب تحرك، انطلق بدا كيتحرك في عرض البحر ومشى بعيد في البحر، يعني دخل بعيد في البحر اون بلان مير. عيشة كونتيني ابغودي، يعني عيشة كانت مستمرة في داك التطريز والحياكة ديالها، ولكن شنو وقع؟ السودان فجأة إلى غوسونتي لو موفمون دي فاغ، يعني بس كتحس بأن الحركات ديال الأمواج تهز هاد المركب، إي لو سون دو فون، في نفس الوقت الصوت ديال الرياح. إل سورتي بور فوا سو كي سو باسي، إل سورتي بور فوا سو كي سو باسي، يعني طلعت المركب الفوق باش تشوف ما الذي يحدث. إل تخوفا لا فام دو سون بيغ دوفون تال، يعني لقات الزوجة ديال الأب ديالها أمامها. أشنو دارت ليها؟ لم تمهلها افون ميم كيل بويس اوفغيغ لا بوش، يعني قبل ما تنطق باي كلمه تحل فمها، لا بوسا دون لا ميغ، يعني القتها في عرض البحر، دفعتها باش طاحت في البحر. تونو ان مورسو دو سوا دون سا، يعني كانت طلعات عيشه من الاسفل ديال الباطي فين تكالسه لداخل، ومعها واحد القطعه ديال واحد الثوب اللي كانت كطرز فيه من الحرير طبيعه الحال. لو باطو سيلوانيا اي عيشة كومونسا ا سينوايي، يعني ان الباخرة او المركب بدا يبتعد
وعيشة بدات كتغرق، بدات تغرق. مي لو فون سوفلي فيغ لو نور، ان الريح بدا كيهب تجاه الشمال. وهنا كنذكروا ما اعطتها ديك الاداه اللي عطاتها السمكه وقالت لها في وقع لك شي مشكل حلي هاد الاداه وراه غادي الريح توصل لي واحد لا ميوزيك دو لا بيرل. يعني هاد الجوهره اللي عطاتها كانت عطاتها على سوفورم دو كوكياج دو لا بيرل دو سون دون سون كولي. هذيك لا بيرل ديك الجوهره اللي كانت دايره فكعقد في الرقبه ديالها سورتي اون بيل ميلودي، يعني واحد النغمه موسيقيه رائعه. ال طومبا دون زان ايتا دو كوما، يعني انها اغمي عليها، عائشه اغمي عليها في عرض البحر. كونتي لوفغي لي زيو، لما استفاقت وفتحت عينيها اي سو تروفي سور اون بتيت ايل رومبلي دوازو اي دو نوا دو كوكو، لما فتحت عينيها وجدت نفسها اي سو تروفي سور اون بتيت ايل في جزيره صغيره، جزيره ايل رومبلي يعني الجزيره مليئه بالطيور اللي نوا دو كوكو جوز الهند كما كنقولوا. Elle se demanda qui l'avait emmené ici. بدأت تتساءل من الذي أتى بها إلى هنا في هذه الجزيرة الصغيرة. Soudain, elle entendit un rire derrière elle. فجأة بدأت كتسمع واحد الضحكة وراءها. Et se retournant, se retournant. لما التفتت, elle vit le poisson étrange qu'elle avait libéré il y a un fois. يعني بالصدفة لقات ديك السمكة اللي كانت نقضتها وحررتها ورجعتها للبحر منذ شهر. Elle s'exclama avec étonnement. يعني تفاجأت، تعجبت. Est-ce toi؟ هل هذه أنت؟ سمكة. Le poisson répondit. السمكة أجابت. Oui, c'est moi. نعم أنا. J'ai entendu la musique. قالت لها راه سمعت الموسيقى اللي كنت قلت لك عليها. Alors, je suis venu comme je te l'avais promis. أنني جئت كما وعدتك. عيشة سوف خابا لا تيت إي سيكخيا. عيشة شدت فراسها إي سيكخيا وصرخت. أوه لو كولييه. آه العقد لو كولي، داك العقد اللي كان دايره في ركبتها. جي كومبليتمون اوبليي سون بوفوار، لقد نسيت تماما قوه هذا العقد. اوغوزمون اوغوزمون إلي تي توجور اوتور دو سان كو، يعني من حسن حظها انه كان دائما موضوع في رقبتها، يعني معلق برقبتها. سينون إل سوغي دوفوني اون بخوا غراس بور لي روكان، والا انها كانت وجبه دسمه. بخوا غراس بور لي روكان يعني السمك القرش. هنا غادي يوقع المستجد الجديد اللي غادي نشوفوا الحلقه الجايه اش غادي يوقع فيه. لو فيس دو سولبون ايتي دون ان باتو اون تران دو بيشي، يعني ابن الملك اللي هو الامير كان على متن واحد الباخره وكان كيقوم بواحد الجوله ديال الصيد، يصطاد في عرض البحر. il vit quelque chose de blanc flottant sur les vagues، شاف شي حاجه بيضاء هنا على سطح الامواج، يعني تعوم على الامواج. il le ramassa et découvrit un morceau de soie orné de belles décorations d'une beauté inégalée. يعني ملي جمع هذاك الثوب الشيء البان ليه من بعيد لقاه بانه واحد القطعه ديال الحرير ولكنها مزينه برسومات رائعه اللي ما عمر شاف بحالها. دونك إل إيتي بارفيمي، في نفس الوقت هذا الثوب من الحرير كان معطر، يعني به عطر من نوع خاص. اون لو سونتون، لما استنشقه يعني شعر بواحد إحساس ما عمرو شعر به من قبل. إل فو أونفيغي باغ سون فارمان، باغ سون بارفان. إل ديسيدا، دونك شنو دار؟ قرر بأن صاحبة هذا الثوب من الحرير، إل ديسيدا دو شيغشي سا بروبخيتيغ، صاحبتها التوب، مالكتها التوب، اي دو ليبوزي، ويتزوجها. كيل سوا اومان، سواء كانت انسيه، كانت جنيه، او ميم سيغان، او حتى تكون ولو كانت حوريه البحر. لو بواسون دي، جو في تابورتي ان دي شوفو مارين، قالت لها ودي غنجيب لك واحد فرس اللي هو بحري، فرس بحر، يعني فرس البحر، بور تو غامني شي توا، لكي يعيدك لبيتك. وقالت لها ميفي توا دو تا فام لا فام دو تون بير، كوني حذرة من زوجة أبيك. إن نو غوكولوغا أفون دوفون غيان بور سو ديباراسي دو توا أنوفو، قالت لها راه لن تتراجع أمام أي شيء في سبيل التخلص منك، أنت دابا كتشكلي لها مشكل في حياتها. عيشة ريبوندي جو نيماجيني با كيل سوغي سي كرويال، لم أكن أتوقع وأتخيل أنها ستكون قاسية إلى هذا الحد. Je dois en parler à mon père. يجب أن أتحدث
إلى أبي دو سكي سي باسي بخصوص ما وقع. Nous étions heureux sans elle. كنا نعيش مرحين نشيطين سعداء قبل مجيئها. Maintenant, الآن nous avons de l'argent. الآن عندنا المال. Il peut se marier avec une autre. بإمكانه أن يتزوج بإنسانة أخرى أكثر شبابا وأكثر جمالا منها. Peu après, un cheval rose vint. واحد فرس وردي أقبل جاء. Et le poisson dit. والسمكة قالت لعيشة. C'est un cadeau pour toi. هذا قالت لها هدية مني لك. Il nagera près de la plage. يعني راه غادي يوصلك حتى للشاطئ بالقرب من البيت ديالك. Et tu pourras monter dessus. يعني تركبي عليه. Et explorer les petites îles. بإمكانك اكتشاف الجزر الأخرى الصغيرة المتواجدة في البحر. Mon père, roi des poissons, t'a aussi donné quelque chose. قالت لها بأن الأب ديالي ملك الحيتان هو أيضا أعطاك شيئا. Elle reçut une petite bourse, يعني واحد السرة خنيشة كما كنقولوا. Une petite bourse plein de joyaux, مليئة بالدرر أو لا الجواهر كما كنقولوا. Elle la plaça dans sa poche, وضعت هذه السرة في جيبها. Dit au revoir au poisson et retourna chez elle. يعني قالت لصديقتها السمكة إلى اللقاء وعادت إلى بيتها. ما الذي سيحدث؟ شيء صراحة مؤلم. وهنا كيزيد يبان الشر على في الأعين ديال زوجة الأب ديالها. سا بيل ميغ لا في إيدي. يعني مجرد ما شافتها الزوج ديال الأب ديالها، زوجة الأب ديالها قالت جو نو كومبخا كومون إلي روفوني. لا لم لا أفهم كيف أنها تمكنت من العودة. مي نو دوا با غيستي إيسي. ولكن ما خصهاش تبقى هنا. لا ينبغي لها أن تبقى هنا بيننا. بوي إل بخي أن باطو. أخذت واحد العصا إلا فرابا وبدأت في ضرب عيشة. صافي فان إتيغاشي شوفو. يعني المرأة الشريرة وبنتها القبيحة تعاونوا بجوج على عائشة وبدأوا فيها في الضرب وكينتفوا لها الشعر ديالها. مي عيشة غيوسي إيشابي. تمكنت من الفرار إي لو غومبخي دو لو غومبخيز أ لو غومبخيز. يعني من القبضة ديالهم. إي سانفي دون لا فوغي. وفرت في اتجاه الغابة. و إي سوميت أبلوغي حيث بدأت تبكي. نو ساشون با أو ألي. وهي لا تدري أين تذهب. لا نوي تومبا يعني أن الليل حل الليل حل الظلام. كون سون بيغ غونطخا لو سواغ لما عاد والدها في المساء. سا فام لوي دي قالت له لكي تغيل صدره أو قلبه تجاه ابنته. عيشاء إي بوسيدي باغ دي جين. قالت له راه مملوكة أو لا متلبسة من طرف جين. إي لا فخابي سا سوغ إي أوغي بو لا تويي. لقد ضربت أختها وكادت تقتلها. Le pêcheur la regarda et fut choqué par les nombreuses morsures et griffures de sang sur son corps. Chef, ديك البنت ديال الزوجة ديالو وشافها مليئة بالقرص والخدش في كامل جسدها استكخية صرخة. كومون اتو بو فير سا. كيف يمكنك ان تفعلي هذا؟ يعني كيوجه الخطاب لبنته واخا ما كايناش عيشة. مالوغ ال سي جو لا وتخوف. الويل لها مني ان وجدتها. و اتال مانتونو اين هي الان؟ ال ريبوندي يعني جاوبته الزوجة ديالو اللي هي الشريرة كما قلنا. سي تنفي دون لا فوغي بو روجواندر سي زامي جين. قالت له ديرها فرت في اتجاه الغابة لكي تلتحق بأصدقائها من الجن. إيكوت جو نو فو با كيل غوفيان إيسي كومبخي. من فضلك لا أريدها أن تعود للبيت مجددا. هل فهمت؟ لو بيشور غيستا سيلونسيو. يعني أن الصياد بقي صامتا لم يقل شيئا. بوي دي ولكنه قال في آخر المطاف مينتونو جو فو مونجي إي مو روبوزي. الآن أريد أن آكل وأستريح. دوما ماتان في الغد صباحا je la chercherai et je l'emmènerai voir un guérisseur. غداش ابحث عنها و ساقصدها نحو احد المعالجين لكي يعالجها. عيشه سو تغدي لو فيزاج. يعني عيشه ظلت هائمه في الظلام ما عرفاش فين تمشي. اي كومونسا ا غوسونتيغ لو فخوا اي لا بور. بعد تشعر بالبرد والخوف. هنا غادي نشوفوا مصير جديد ديال عيشه اشنو غادي يوقع ليها. Soudain, elle vit une faible lueur venant d'une petite cabane et s'approcha. يعني فجأة شفت واحد النور خافت قادم من واحد الكوخ من بعيد واقتربت عائشة من هذا الكوخ. Une femme laide sortie. يعني واحد مرأة قبيحة دميمة خرجت. عائشة
peur, خافت منها عائشة. Voulant s'enfuir, أرادت الفرار, mais elle sentit une délicieuse odeur de nourriture et se rendit compte qu'elle avait faim. ولكنها شمت يعني رائحة طعام لذيذ وتراجعت عن فكرة الفرار لأنها جائعة. Elle se maîtrisa, ضبطت نفسها. Elle dit, je suis perdue dans la forêt et j'aimerais passer la nuit ici. قالت لديك إنسانة القبيحة التي استقبلتها أنني ضعت في الغابة وأريد أن أبيت الليلة هنا أو أمضي الليلة هنا. La femme était en réalité une ogresse et pensa. يعني هاد المرأة التي أو الإنسانة مش إنسانة عفوا هاد المرأة التي استقبلتها هي في حقيقة الأمر غولة. هاد الغولة فكرت وقالت demain je ferai d'elle un ragoût. يعني غدا سأجعل منها قديدا طعاما etc. Je n'ai pas de stock pour se nourrir en hiver. ليس لدي مؤونة تكفيني للغداء خلال فصل الشتاء. عيشة أنتخا مانجا جسكا ساتيتي. يعني دخلت عيشة أكلت حتى الشبع إسان دورمي جسكو متى ونامت حتى الصباح. الحدث اللي غادي يجي بعد غادي نعرفوه كيفاش تصرفت معها الغولة كيفاش تمكنت عائشة من إنقاذ نفسها وماذا حدث بعد ذلك. شكرا لكم أعزائي المتابعين على حسن الإنصات والمتابعة في قناتنا جميع في النجاح الدراسي والمهني. ما تنساوش تخليو لنا لي كومونتير ديالكم التعاليق ديالكم تعبروا عن الاعجاب وما تنساوش كما العاده كما كنقولوا لاننا كنقدموا مستوى هادف ماشي ديال التفاهه تقسموا لا فيديو مع الاصدقاء المقربين وما تنساوش تخرطوا بشكل كبير في قناتنا جميعا في النجاح الدراسي والمهني. الى اللقاء فيما تبقى من القصه ومسائل اخرى ان شاء الله.